10,000 زيارة يوميا لموقعك الإلكتروني أو مدونتك من بحث جوجل. ده كان موضوع الفيديو اللي قدام حضراتكم ده يا شباب، واللي كنا بنشرح فيه أداة مجانية، ولكن الأداة دي كانت بتختصر على المواقع والمدونات فقط. النهاردة إن شاء الله يا شباب جايين نكسر الحاجز ده، لأن الأداة اللي هنشرحها النهاردة هتكون متاحة للاستخدام على أي موقع موجود على الإنترنت، سواء كان مدونة أو موقع إلكتروني أو حتى قناة أو حسابات ومواقع السوشيال ميديا بلا استثناء. والاستخدام الأداة دي يا شباب هتقدر تكون 1000 شخص حقيقي على الإنترنت موجودين في نفس الوقت، وكل شخص من دول يا شباب بيكون ليه بروفايل خاص وجهاز مختلف أي بي مختلف ومن دولة مختلفة. كمان لو ركزت في كلامي هتلاقي إن الأداة دي ممكن تكون مصدر دخل لحضرتك، لأنك باختصار ممكن تبيع خدمات السوشيال ميديا على الإنترنت زي المتابعين والمشاهدات. كفاية لحد كده ويلا بينا نبدأ الشرح. ولكن رجاء يا شباب لو حضرتك استفدت من الفيديو النهارده ومن البرنامج ادعمنا بلايك وشير عشان غيرك يستفيد، ولو حضرتك لسه اول مره تشوف القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، انا اخوكم احمد حمزاوي ودي قناه نيت بروفيت، قناه متخصصه في شروحات مواقع الربح من الانترنت والثغرات وجلب الاحالات. طبعا يا شباب اي روابط هنذكرها في الشرح هتكون موجوده في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق. اول خطوه شباب هتكون تحميل وتثبيت الاداه، وعايز حضرتك تركز معايا كويس في الخطوه دي علشان الناس اللي بتكتب في التعليقات ان هي ما بتقدرش توصل للادوات او البرامج اللي احنا بنشرحها، فدي ان شاء الله هتكون طريقه تحميل اي اداه عندنا على القناه سواء كنا شرحناها في فيديوهات فاتت او هنشرحها في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. طبعا هتنزل على الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق هتلاقي رابط البرنامج المستخدم، هتضغط على الرابط هينقلك مباشره على صفحه المقال المرتبط بالموضوع. هتلاقي زي ما حضرتك شايف كده تحميل الاداه المستخدمه في الشرح، هنضغط على الرابط ده هينقلك على الموقع اللي حضرتك شايفه ده، وده موقع خارجي احنا بنضيف فيه النوع ده من الروابط، ولان في الفتره الاخيره يا شباب اليوتيوب وبلوجر وجوجل عموما بداوا يحظروا النوع ده من الروابط، علشان كده كنا مضطرين ان احنا نضيف الروابط دي في مواقع خارجيه. معلش هتعبكم معايا شويه، ولكن في النهايه هتحصل على الاداه بكل سهوله. هننزل لتحت شويه كده يا شباب وهتلاقي فري داونلود، هنضغط على فري داونلود بتلاقي ان الموقع بيفتح لك نوافذ خارجيه زي ما حضرتك شايف كده. كل ما يفتح لك نافذه اقفلها تاني وارجع للصفحه، اضغط تاني على فري داونلود، فتحت صفحه تاني برضو اعمل لها اغلاق واضغط تاني على فري داونلود. بعد كده هينقلك على الصفحه التانيه زي ما حضرتك شايف هنا، وفي الصفحه دي بتنتظر 30 ثانيه، تضغط على انا برنامج روبوت من هنا، برضو لو فتح لك اي نوافذ اقفلها مره تانيه وترجع للصفحه الاصليه، اضغط على انا لست برنامج روبوت، لو فتحت اي نافذه نقفلها بالطريقه دي لغايه ما العلامه تظهر معاك، وبعد كده بتضغط على داونلود من هنا، لو فتحت برضه نوافذ بنقفلها، نضغط مره ثانيه، كده خلاص يا شباب دي اخر صفحه، هنا بيقول لك جاري تجهيز الرابط، هتضغط هنا في المكان ده، لو فتحت نافذه ثانيه هنقفلها، كده بدات الاداه تتحمل معانا زي ما حضراتكم شايفين هنا في الداونلود، هننتظر لما الاداه تتحمل، بعد ما الاداه بتخلص تحميل بتدخل على الداونلود على جهازك، بتلاقي الاداه بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، حملت كملف مضغوط، والمطلوب ان احنا نفك عنها الضغط، نضغط كليك يمين، وبعد كده هنضغط على اكستراكت فايل، بتفتح النافذه اللي حضرتك شايفها دي، بنضغط على اوكي من هنا، بيتم استخراج الملف زي ما حضرتك شايف في المكان ده، ده هيكون الملف يا شباب. بعد كده هنبدا عمليه تثبيت الاداه على الجهاز، هنضغط كليك يمين وهنضغط على اوبن، وبعد كده كليك يمين مره ثانيه وهنضغط على اوبن، وبعد كده يا شباب هنيجي على الفايل رقم 2 اللي هو سطر، هنضغط عليه مرتين، بيفتح معانا زي ما حضرتك شايفين هنا كده، ده الابلكيشن زي ما حضرتك شايف او البرنامج، كليك يمين وبعد كده هنضغط على ران. بتظهر النافذه دي بنضغط عليها يس، بعد كده بتظهر لك النافذه اللي حضرتك شايفها دي، ولكن هي بتتاخر شويه في الظهور، فحضرتك ما تستعجلش وتلغي العمليه، الاداه بتاخد شويه وقت على ما بتتحمل معاك. هنضغط على اوكي وبعدين اوكي مره ثانيه، اوكي مره ثالثه، اوكي مره رابعه، اوكي مره خمسه، لغايه ما تفتح معاك النافذه اللي حضرتك شايفها دي. بعد كده هنضغط على نيكست، وبعد كده هنفعل الخيار الاول ده يا شباب، وهنضغط على نيكست، وبعد كده نيكست مره ثانيه، واخر حاجه هنضغط على انستال وانتظر لما الاداه تحمل. بعد ما الاداه بتخلص تحميل بتظهر لحضرتك النافذه دي، اضغط على اوكي، وغالبا النافذه دي هتطول معاك شويه زي ما حضرتك شايف بيقول لك انتظر. بعد كده بتظهر النافذه الاخيره، وعلى فكره هي بتاخد وقت على ما تظهر النافذه دي، واخر حاجه دلوقتي يا شباب هنضغط على فينيش. كده تمام يا شباب الاداه اصبحت موجوده عندنا على الديسكتوب، ولو رجعنا على الديسكتوب هتلاقي الاداه موجوده عندك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده كده. هنضغط على الاداه كليك يمين، وبعد كده هنضغط على ران او اوبن، وهنضغط على يس.
بيفتح معانا البرنامج بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ولكن الأداة هنا بتكون فاضية ما فيهاش أي حاجة. دي عبارة عن بروفايلات أنا أنشأتها للتجربة قبل ما نشرح الأداة، وفعلا أنا انبهرت بالنتيجة اللي بتعملها الأداة دي. تعالى سريعا كده اديك فكرة عن البروفايل اللي انا عامله. ده بروفايل اسباني انا عملته، وده بروفايل امريكي. لو ضغطنا على اوبن من هنا مثلا على البروفايل الامريكي، زي ما حضرتك شايف كده بيفتح لك جوجل عادي جدا، تقدر تسجل حساب، تقدر تشاهد يوتيوب، تقدر تعمل اي حاجة من على المتصفح ده وانت شخص تاني خالص في الولايات المتحدة الامريكية. خلينا نكنسل ونرجع للاداة علشان نبدأ العمل مع بعض. اول حاجة لازم تعملها على الاداة انك تدخل على كلمة جروب من هنا وتنشئ جروب، وده هيكون كالآتي. هتضغط على نيو جروب من هنا وهتكتب اسم بس للجروب، حتى لو كان اسم عشوائي مش مشكلة، احنا مش هنحتاجه في حاجة. عايز تضيف ديسكريبشن تقدر تضيفه، مش عايز هتضغط على كونفيرم وبيضاف معاك الجروب بالشكل اللي حضرتك شايفه. وميزة الجروب يا شباب انك بتقدر تضيف في داخل الجروب ده عدد كبير جدا من البروفايلات زي ما هنشوف مع بعض حالا دلوقتي. لو ضغطنا على جروب من هنا كده حضرتك هتلاقي البروفايلات اللي انا وريتها لك دي موجودة داخل الجروب نفسه، وهنا انا مختار نفس الجروب. ما علينا، بعد ما انشأنا الجروب شباب زي ما حضراتكم شايفين كده انا خليته NA من غير وصف علشان خاطر بس يبقى ايه مميزينه. بعد كده يا شباب بقى الخطوة الاهم وهي انشاء البروفايلات. والبروفايلات زي ما حضرتك شايف كده، تعالى اوريك البروفايل من الداخل بيكون عامل ازاي. اولا قبل ما نبدأ ضغطنا على علامة التعديل من هنا زي ما حضرتك شايف هنا اسم البروفايل، وهنا في بروكسي حقيقي شغال تمام زي ما حضرتك شايف باليوزر نيم والبورت وكل حاجة. ولو جينا هنا حضرتك بتلاقي نوع جهاز حقيقي موجود هنا، ده جهاز اندرويد، وبعد كده المنطقة الزمنية، وبعد كده الجيرو لوكيشن، وهنا الجودة بتاعت الجهاز او الشاشة، حتى مقاسات الجهاز بتكون متحددة من داخل الاداء. يعني الموضوع يا شباب تمام التمام، تقدر تستخدمه في اي حاجة على الانترنت من غير اي مشاكل. يا شباب يلا بينا نبدأ إنشاء أول بروفايل مع بعض. هنضغط على نيو بروفايل من هنا، تفتح معانا النافذة اللي حضرتك شايفينها دي. أولا هنا بيطلب منك انتر نيم أو اسم للبروفايل ده، فأنا غالبا بسمي البروفايل باسم الدولة اللي هيشتغل فيها البروفايل. فعلى سبيل المثال أنا هنا أختار الولايات المتحدة، هسميه USA زي ما حضرتك شايفين. وبعد كده بيقول لك انتر ديسكريبشن، ده ممكن تسيبه فاضي عادي مفيش مشكلة. انا هحط برضو اسم البروفايل معاه. وهنا بيطلب منك الجروب، طبعا ده الجروب اللي احنا عملناه في بداية الفيديو، وده جروب كنت شغال عليه قبل كده، فعادي حضرتك من هنا بتقدر تختار الجروب. فانا هنا هختار الجروب مثلا اللي احنا عملناه حالا، وبعد كده هننزل على البروكسي. بالنسبة للبروكسي يا شباب حضرتك هتروح على الموقع اللي قدامنا ده، هسيب لك رابط الموقع ده في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق مع الروابط. طبعا اولا لازم تكون مسجل حساب على الموقع ده علشان يدي لك 10 بروكسي هدية زي ما حضرتك شايف دول، وهسيب لك كمان روابط لمواقع تانية كتيرة جدا تقدر تحصل منها على بروكسيات بلا حدود، وانت ممكن تبحث بنفسك وهتلاقي كتير جدا لان هم منتشرين على الانترنت. والجميل في الموقع ده يا شباب ان هو بيديك كل تفاصيل البروكسي موجودة، يعني البروكسي صالح 100%. وتقدر حضرتك تشتري كمان خدمات بروكسي خاصه بيك من داخل الموقع. هناخد اول بروكسي ده شباب من الولايات المتحده والمدينه بيسكاتوي زي ما حضرتك شايف، هنعلم عليه كده وهنقول له داونلود، تفتح زي ما حضرتك شايف كده وتم تنزيله. هنحدد البروكسي زي ما هو كده بالكامل وهتقول له كوبي، وهنروح على الاداه وهنيجي هنا في المكان ده وهنضيف البروكسي. وكل ما خطوه بتعملها بتضغط على كونتينيو علشان تحفظ لك الخطوه بتاعتك. لما بتضغط على كونتينيو بيخرجك تاني على صفحه البروفايلات هنا، بعد كده بتضغط على تعديل مره تانيه علشان ترجع للصفحه. البروكسي اضافه اهو مفيش مشكله. بعد كده شباب هنروح على الخطوه التانيه وهي يوزر اجنت، وهنا بتضيف تفاصيل الجهاز ولازم تكون تفاصيل صحيحه وهنشوف مع بعض ازاي. طبعا حضرتك ما تضغطش على اي حاجه هنا، احنا هنروح على الموقع اللي قدام حضرتك ده يوزر اجنت. على سبيل المثال يا شباب لو خدنا كوبي، دي اجهزه سليمه 100% ومفيش فيها اي كلام، وهنا بيدي لك 10 ليميتد، ولكن هناك مواقع كتيره جدا لليوزر اجنت مجانيه فتقدر تستخدمه بالاف المواقع مش موقع ولا اثنين. بعد كده يا شباب هنرجع على الاداه وهنضيف الجهاز اللي احنا نسخناه دلوقتي كده زي ما حضراتكم شايفين. الخطوه اللي بعد كده يا شباب تشانج تايم زون، طبعا لازم اظبط هنا تايم او التوقيت مع توقيت الدوله والبروكسي اللي انا اضفته. علشان نعمل الموضوع ده هنروح على البروكسي بتاعنا يا شباب وهناخد اسم المدينة، طبعا احنا قلنا ان البروكسي في الولايات المتحدة والمدينة بيسكاتوي، هننسخ اسم المدينة زي ما حضرتك شايف بيقول لك تايم زون ان بيسكاتوي يو اس اي، وهي الصيغة دي اللي احنا محتاجين بس نتأكد منها يو تي سي جي ام تي علشان ده التوقيت الزمني في الولايات المتحدة وتحديدا في هذه الولاية. فاحنا طبعا هنختار من الأداة توقيت يكون عليه يو تي سي جي ام تي ومرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية. فهنرجع للأداة وهنضغط هنا يا شباب على تايم زون،
وهندور بقى على يو تي سي ويكون الولايات المتحده الامريكيه. زي ما حضراتكم شايفين كده هنا ادي يو تي سي امريكان، ده نقدر نستخدمه، واللي بعده نقدر نستخدمه عادي مفيش مشكله. فهستخدم مثلا تايم زون ده وهضغط عليه كده ضغطه واحده، وبعدين نضغط على كونتينيو علشان نحفظ التعديلات دي، ونفتح مره ثانيه من هنا ونكمل بقى علشان مفيش حاجه تتحذف من التعديلات اللي انت عدلتها. فكده احنا اخترنا الجهاز، اخترنا التوقيت الزمني للدوله، واخترنا في البدايه البروكسي، والبروكسي تمام. هيطلب منك بعد كده جيو لوكيشن، هننسخ كلمه جيو لوكيشن دي وهنكتب زي ما حضراتكم شايفين كده بيسكات واي جيو لوكيشن او الموقع الجغرافي لبيسكات واي، هنضغط على انتر، ناخد اول خيار ده مفيش مشكله. زي ما حضرتك شايف هي دي الارقام اللي احنا محتاجينها، او من هنا لو رجعنا للاداه هتلاقي هنا بيقول لك لاتيتيود ولوجيتيود. هنيجي هنا في لاتيتيود، هنختار لاتيتيود هنا زي ما حضرتك شايف كده، هناخد الرقم ده وهنروح نضيفه في الاداه في المكان ده. في المكان الثاني هنرجع ناخد الرقم اللي هو لونجيتيود، هذا الرقم بس، وهنروح مره ثانيه على الاداه نضيفه في المكان الثاني ده. كده احنا شغالين بطريقه صحيحه يا شباب. وهنضغط على كونتينيو عشان نحفظ التعديلات، هنرجع ثاني نضغط على التعديل من هنا، كده التعديلات هنا اتحفظت زي ما حضرتك شايف. اي حاجه بتعملها بتتعلم عليها صح، ان انت عايزها تتفعل او تشتغل على التعديل اللي انت عملته ده. بعد كده يا شباب بيقول لك تشانج ديسبلاي ريزوليشن، وهنا عايز الريزوليشن او مقاسات الشاشه وحجم الشاشه والجوده، موضوع خاص بالجهاز نفسه، فبرضه احنا هنعمل الموضوع ده علشان نكمل موضوع. زي ما حضرتك شايف هنا احنا معانا ويندوز 10، هننسخ ديسبلاي ريزوليشن من هنا وهنروح على كروم وهنبحث عن ديسبلاي ريزوليشن ويندوز 10 زي ما حضرتك شايف كده. ممكن ناخد اول اختيار اهو ويندوز 10 و11 ده مفيش مشكله، ناخد على سبيل المثال الجوده دي. هنضيف هنا 1024 في 768 او حضرتك تقدر تخليها 1080 في 720 مفيش مشكله. المقاسات دي اهم حاجه بس ان هي تكون موجوده، وبعد كده هنضغط على العلامه دي. واخر حاجه يا شباب هنعلم على كل الخيارات دي، في النهايه هنضغط على كونتينيو. كده تمام يا شباب، اصبح كده البروفايل ده كمان جاهز معاك للعمل. هنضغط على اوبن من هنا زي ما حضرتك شايف اهو، تقدر تستخدم البروفايل زي ما انت عايز، تعمل مشاهدات بقى لليوتيوب، ساعات مشاهدات، تقدر تكتب اي حاجه. ومن هنا شايف كل تطبيقات جوجل موجوده عندك، وتقدر تبحث عن اللي انت عايزه على البروفايل بدون اي مشاكل. طبعا هنا حضرتك انت شايف انا عندي دلوقتي 3 بروفايلات، البروفايل ده بالظبط انا بعمله في اقل من دقيقتين، يعني حضرتك ممكن كل يوم تعمل 20 30 بروفايل في وقت ساعة واحدة انت فاضي فيها، وهيبقى عندك مجموعة بروفايلات كتيرة جدا موجودة. الميزة كمان هنا يا شباب انك تقدر تحمل البروفايلات دي على جهازك وتستخدمها مرة تانية حتى لو على جهاز تاني، لان انت هترفعها بكل سهولة. عايزين نحمل مثلا البروفايل ده، هنضغط على داونلود من هنا، اختار له اسم، طبعا انا اخترت له اسمه لوجي بروفيسور بروفايل رقم 30 مثلا ويو اس اي، اضغط على السيف هيتحمل عندي البروفايل تمام. لو حبيت بقى ان انا ارفعه تاني مرة تانية على الاداء او على جهاز تاني، ممكن حضرتك نعمل امبورت بروفايل من هنا. النصيحة هنا انك تنشئ بروفايلات كتيرة كل ما تكون فاضي وكل ما يكون عندك وقت، لان انا بقول لك انت ممكن تستخدمها بعد كده في بيع خدمات السوشيال ميديا على الانترنت. يا رب يكون الموضوع سهل وبسيط مع حضراتكم، واحنا وضحنا كل حاجه. لو عجبك الموضوع وعجبتك الاداء يا ريت تدعمنا بلايك وشير عشان غيرك يستفيد، ولو لسه حضرتك اول مره تشوف القناه يا ريت تدعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم، وكان معكم اخوكم احمد حمزاوي، وانتظروني في الفيديو اللي جاي عشان الاداء اللي جاي هتكون افظع من كده بكتير. سلام عليكم.